السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة المجلة الكرام. فضلا وليس أمرا، المر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بالجديد. وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يقرر تاريخ إجراء امتحان الجهوي للبكالوريا دورة 2020. فقد عقد اليوم الاثنين 31 من غشت 2020 السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة اجتماعا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، حيث قرروا موعد اجتياز الامتحان الجهوي للبكالوريا. بالنسبة للهيئات الممثلة والتي حضرت الاجتماع مع السيد الوزير، الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، وكذلك الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ. هذا الاجتماع أطلع خلاله الوزير الهيئات الممثلة على آخر المحطات أو محطات الدخول المدرسي، وكذا حيثية اختيار الصيغة التربوية المعتمدة في الدخول، مع التأكيد على أن الهاجس هو ضمان حق المتعلمين في التمدرس، مع الحفاظ على صحة التلاميذ وسلامتهم وكذلك صحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية. كما أشار الوزير إلى أن انطلاق الدراسة حضوريا سيكون يوم الاثنين 7 شتنبر المقبل بشكل تدريجي وفق السياق التي وضعتها الوزارة من خلال المذكرة الوزارية، والتي تمكن من استقبال أعداد محدودة من التلاميذ كل يوم حسب المستويات الدراسية. من خلال بعد الإجابة سيد الوزير على التساؤلات، دعا الوزير الهيئات إلى طمأنة الأسر التي ترغب في استفادة أبنائها من التعليم الحضوري، على أن الوزارة سوف تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ضمان تمدرسهم في ظروف آمنة. بعد النقاش الذي حضره السيد الوزير مع ممثلي الهيئات، خلص الاجتماع إلى ما يلي: نزولا عند رغبة هذه الهيئات، تقرر تنظيم الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا أيام الثاني والثالث من أكتوبر 2020. بالنسبة للامتحان الجهوي سيكون يوم 2 و 3 أكتوبر 2020، شريطة تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا، وذلك مباشرة بعد استفادة التلاميذ المعنيين من حصص المراجعة والتثبيت المبرمجة خلال شهر شتنبر، وقبل انطلاق دروس السنة الثانية بكالوريا في 5 أكتوبر 2020. كذلك مما خلص إليه الاجتماع استعداد جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ للانخراط الفعلي في تنزيل جميع التدابير الرامية إلى ضمان انطلاق الدراسة في الوقت المحدد لها، والمساهمة في استقبال التلاميذ على المستوى أو على المؤسسات التعليمية خلال الأيام الأولى لانطلاق الموسم الدراسي الحالي. إذا فامتحان السنة الأولى بكالوريا أو الموحد سيكون أيام 1 و2 و3 من أكتوبر 2020 لتلاميذة الأولى بك. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المتمدرسين والمتمدرسات، فما عليهم الآن هو الاستعداد الجيد للامتحان ليتم في أحسن الظروف، كما نتمنى من نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.